السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل رب زدني علما. معكم محمد بهاء الدين. اليوم ان شاء الله هنتكلم على ال FHS، اختصارا للفايل سيستم هيراركي ستاندر. هنكون بعمل استعراض لملفات نظام اللينكس والتعرف على محتوياتها. تمام، بعد ما انتهينا من عمل الانستول للديستريبيوشن اللي احنا استخدمناها، اذا كانت سنتوس او ديبيان او اوبونتو او واتيفر الديستريبيوشن اللي احنا استخدمناها، ايه هي الفايل سيستم للينكس ستاندر في كل الديستريبيوشن. بياخد شكل الفايل سيستم في اللينكس شكل الانفيرتد تري، الشجره المعكوسه. يعني انا عندي شجره بتبتدي بيكون تحت الجذر الروت يعني، وبعد كده الغصن بتاع الشجره، بعد كده ايه فروع الشجره. النظام بقى في لينكس يختلف، بيبتدي بالروت، ماشي، الروت ده بيبقى فوق، بعد منه الدايركتري، بعد كده الدايركتري داخل كل دايركتري بيبقى سب دايركتري وايه والفايلات والكلام ده، فبيبقى الشكل معكوس. تمام، بيبتدي الفايل سيستم عندي بحاجه اسمها سلاش، والسلاش دي ده هو ده يعتبر الروت فايل سيستم، هو ده الجذر بتاع النظام بتاعي، ماشي، وهو بيعتبر فيرتشوال ماونت بوينت. هي حاجه تخيليه، تمام، هو مفيش حاجه يعني قدام مني مثلا زي دايركتري اسمه سلاش بن ده او بن او البوت او الديف، دي حاجه فعلا دايركتري يعني دايركتري ماشي قدامي، لكن السلاش دي مفيش دايركتري اسمه سلاش، لا دي هي حاجه فيرتشوال، ماشي، من عندها بيبتدي ايه تبتدي ملفات نظام اللينكس ايه تتكريت وتبتدي ايه تبقى قدامي او تبقى موجوده. تمام، هنتكلم بقى على محتويات نظام اللينكس، بتحتوي على ايه وايه وظيفتها عندي في السيستم. اولا سلاش هوم، سلاش هوم ده بيحتوي على ايه؟ ده بيحتوي على، ده يعتبر الهوم دايركتري فور اني يوزر، ده البيت لكل اليوزر اللي بيبقوا عندي، ماشي. انا لما بقوم بعمل كرييت ليوزر وبيلوجن عندي الماشين بتاعتي، ماشي، بيكرييت له تحت الهوم دايركتري ده دايركتري، بيبقى سب دايركتري من السلاش هوم ده، بيبقى ايه واخد اسم اليوزر المكريت. مثلا دلوقتي لو انا فتحت الهوم، انا دلوقتي انا داخل لوجن بيوزر اسمه بوب، فهو مكريت لي يوزر تحت سلاش هوم ده تحت سلاش هوم مكريت لي دايركتري باسم سلاش بوب. لو دخلت تحت السلاش بوب ده، ده يعتبر الهوم دايركتري بقى، ده البيت بتاعنا، ماشي، فيه كل الفايلات والفولدرات بتاعتي وشغلي، ماشي. لو انا مكريت عندي على السيستم يوزر اسمه علي، هيبقى عندي فايل اسمه علي، دايركتري اسمه علي، محمد، هيبقى عندي دايركتري اسمه ايه محمد، كذلك الامر. تمام، هو ده سلاش هوم. سلاش روت، سلاش روت ده هو هوم دايركتري برضه، بس مش اي دايركتري، ده للروت اونلي. احنا قلنا ان الروت ده يوزر اكونت ادمنستريتيف، حاجه كده سوبر، فمش هينفع احطه مع اليوزر الباقيين في سلاش هوم، لا ده انا هعمل له هوم دايركتري خاص لي، وهيكون تحت السلاش على طول، ماشي، وهيبقى اسمه ايه سلاش روت. تمام، الدايركتري اللي بعده عندي سلاش بن. سلاش بن ده عباره عن ايه؟ ده يعتبر الباينري فايل، وبيحتوي على الاكسكيوتابل فايل، هو فيه ملفات تنفيذيه داخل الدايركتري ده، ملفات تنفيذيه. طب ايه الملفات التنفيذيه دي؟ انا عندي الكوماند في اللينكس، الاوامر في اللينكس هي عباره عن فايلات، ماشي، الفايلات دي لما باجي اكتبها عندي على الشيل بيتم استدعائها من السلاش بن، فهو بيحتوي على الاكسكيوتابل فايل على الاكسكيوتابل فايل، والفايلات دي هي عباره عن الكوماند اللي انا ايه بستخدمها. تمام، زي ما انتم شايفين كده. سلاش اس بن، سلاش اس بن ده زيه زي سلاش بن بالظبط، ماشي، بس بيختلف في حاجه، هو برضو اكسكيوتابل، ده الباينري فايل، بس ده بيبقى سوبر باينري فايل، ده السوبر يوزر باينري فايل، وبيحتوي على الاكسكيوتابل فايل، والفايل دي هي عباره عن دي ايه، عندي دي ال اي الاوامر الكوماند، بس مش اي كوماند هنا بقى، دي بتبقى ادمنستريتيف كوماند، كوماند مش اي حد يقدر يشغلها، ده الروت بس هو اللي يقدر يشغل ادمنستريتيف كوماند دي. مثلا لما استخدم امر الاف ديسك، او امر ان انا عايز افرمت الارض، او الاوامر اللي هي بتبقى ايه بتبقى ادمنستريتيف، حاجات ايه خاصه بالروت، مش اي يوزر يقدر ايه يستخدم الكوماند ده. تمام، بعد منه هنتكلم على سلاش بوت. سلاش بوت ده يعتبر البوت فايل. احنا لما جينا عملنا عمليه الانستليشن اتعرضنا لحاجه اسمها الجراب، وقلنا ان الجراب ده هو ده البوت لودر للينكس، اسمه جراب،
تمام. فسلاش بوت ده بيتحط هنا البوت لودر، بيتحط جراب في الدايركتري ده ماشي، وبرده بيتاخد صوره من الكيرنل ايمج، بتبقى فيه صوره من الكيرنل ماشي، الكيرنل ايمج بتبقى محطوطه في تحت سلاش بوت برده. سلاش ديف، احنا قلنا ان everything is a file، ان اللينكس بيفهم اي ديفايس ماشي كونكت بيه او اي ديفايس بيبقى راكب فيه على اساس ان هو ايه، على اساس ان هو فايل، فهو بيتعامل مع الفايلات اللي هي الديفايس دي اللي هو بيقراها كفايلات وبيحطها تحت سلاش ديف تمام. سلاش اي تي سي ده يعتبر الكونفيجريشن فايل، وده بيحتوي على الكونفيجريشن للسيرفيس اللي بتعمل على السيستم زي الاي بي وال دي ان اس، يعني عندي انواع من يعني في سيرفيس شغال مثلا دي ان اس او الاي بي، فالكونفيجريشن ليها بيبقى محطوط تحت سلاش اي تي سي. سلاش لب، سلاش لب ده اختصار للايبراري فايل، وده بيحتوي على الشيرد لايبراري اللي بيستخدمها الكوماند والابلكيشن في عملها. مثلا انا عندي دلوقتي برامج ماشي، برنامج او باكج مكتوب بلغه السي، برنامج تاني مكتوب بلغه البايثون، برنامج تاني مكتوب بلغه ايه الجي كويري مثلا، او مكتوب بلغه جافا تمام. فالبرامج دي كل حاجه مكتوبه منها بلغه، فعلشان تتعرف على برامج التانية وتبتدي تعمل معاه وتشتغل بقى يشتغلوا مع بعض، فبيحتاجوا لايبراري عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض. فاللايبراري دي هي الملفات اللايبراري اللي بيحتاجوها دي بتبقى محطوطه تحت سلاش لايبراري تمام. سلاش فار، سلاش فار ده اختصارا للفاريبل فايل، ودي بتحتوي على الفاريبل فايل اللي هي بتغير حجمها ماشي، الملفات اللي هي الفاريبل اللي بيتغير حجمها باستمرار. مثلا انا عندي شغال على السيستم، ففي ملف عندي لوج، اللوج ده شغال اللي هو بيكتب لي مثلا لو في ايرور عندي حصل حاجه، لوجنت السيستم امتى، في مشكله هنا، الكلام ده فكله بيتكتب ده كله ايه في لوج تمام. فاللوج ده بصفه مستمره طول ما انا شغال معايا على السيستم، عمال ايه فاريبل متغير، عمال ايه يتغير حجمه وقيمته وكل الكلام ده. فالحاجات دي بتتحط هنا زي اللوج، الميل، السبول مثلا. احنا ان شاء الله في الكورس يعني مع بعض هوريكم مثلا ان مثلا كذا يوزر ممكن يلوجن على الماشين ماشي، ويقدروا يكلموا بعض على الميل ويبعتوا لبعض رسائل، وكل ده كل ده داخل السيستم بس، داخل الماشين بتاعتهم ماشي. فبرضو الميل دي برضو تعتبر من ضمن الفاريبل فايل اللي هي بتتغير تمام. في عندي سلاش اللي احنا عايزين نتكلم بعدها، سلاش تيمب، سلاش تيمب دي من اسمها temporary file ماشي، الملفات المؤقتة. ومثلا انا عندي شغال في برامج بتعمل بتبقى عاملة ملف تيمب بترمي فيه وبتبقى شغالة بملفات تيمب، وبعد بعد ما بتخلص شغلها بتمسحه مثلا تمام. فهو ده الملف سلاش تيمب ده، ده اللي بيتحط فيه الشغل ده، الابليكيشن، الكوماند، حاجات كده معينة بتحتاج ان هي يبقى لها تيمب فايل، ملف تيمب ماشي بتشتغل فيه مؤقتا واثناء التشغيل، وبعد كده ايه بيتمسح بقى مثلا مع عمر ستارت للجهاز مع الستارت اب ماشي، بيبقى له وقت ايه وبيتمسح ملفات التيمب دي. سلاش حاجه تاني، حاجه او النقطه اللي بعدها والدايركتوري اللي بعده هنتكلم عنه، سلاش بروك. ايه هو سلاش بروك ده؟ ده بروك ده اختصار لبروسيس ماشي. والبروسيس هنا عندي دي الدايركتوري ده بيكريت جواه حاجه اسمها فيرتشوال فايل كرييتد دايناميكال ماشي، هو بيكريت جواه فايل وهمي ماشي، بيكريت تلقائي، بيبقى دايناميكال، بيكريت دايناميكال ماشي، وبيحتوي على الانفورميشن والستاتس للبروسيس اللي بتكون راننج. يعني دلوقتي مثلا انا في عندي بروسيس شغاله، وفي عندنا مديول هنتكلم فيه عن البروسيس وازاي تكل البروسيس وازاي تعمل لها سسبند، وازاي هنتكلم بقى عن البروسيس بقى وتشوف بقى وتبقى بتتعامل مع البروسيس وتفهم هي ايه البروسيس تمام. انا دلوقتي في بروسيس عندي شغاله ماشي، حاجه شغاله معايا وعامله وراننج ماشي، فبتكريت لي بتبقى فيرتشوال كده فايل بيكريته ماشي. الفيرتشوال فايل ده بيبقى مكتوب فيه بقى الانفورميشن عنه، عن الفايل ده، الستاتس بتاعته، حالته، بتبقى سسبند راننج، مش عارف ستوب دي ماشي، الكلام ده كله تمام. وايضا برضو بيوجد في السلاش بروك ده كيرنل انفورميشن، معلومات عن الكيرنل ماشي، وبيتم مسح كل ده بمجرد الانتهاء من عمليه البروسيس. اول ما بينتهي من عمليه البروسيس كل ده بيتمسح ماشي، بالاضافه ان داخل برضو السلاش بروك ده بيبقى فيه كيرنل انفورميشن، معلومات عن الكيرنل بتاعتي تمام.
دايركتوري اللي بعده برضه هنتكلم عنه سلاش اوبت. ايه هو سلاش اوبت ده؟ ده الاوبشنال باكج. ماشي، الباكج عندي اللي هي الثيرد بارتي. ماشي، انا عندي لما بعمل انستول لباكج ماشي بتكون ثيرد بارتي، ما بتكونش تبع اللينكس، ماشي، حاجه من شركه ثانيه مثلا، ماشي، فبيتعمل لها عمليه انستليشن هنا، مثلا حاجه زي الاوراكل بيتعمل لها انستليشن هنا، حاجه زي الفي ام وير بيتعمل لها انستليشن هنا، ماشي، الحاجات اللي هي بتبقى البرامج اللي هي ايه ثيرد بارتي، ماشي، ما بتبقاش تبع اللينكس، فبيتعمل لها عمليه انستليشن هنا تحت سلاش اوبت. ماشي، سلاش اس ار في، ماشي، دي اختصار لسيرفر، ودي بتحتوي على السيرفر فايل، بتحتوي على ملفات السيرفر زي ال HTTP ال FTP. مثلا انا عملت هنا ملف سيرفر اباتشي، عملته HTTP او FTP، فملفات السيرفر هتنزل عندي تحت ايه سلاش SRV. تمام، في حاجة برضو عايزين نتكلم عنها سلاش ميديا وسلاش ال MNT. تمام، في البداية قبل ما هنتكلم عنهم دول، هو في الهارد ديسك بتاعي فين بارتيشن السي والدي والبارتيشنات بتاعتي، او بلغه اللينكس فين بارتيشن الاس دي اي 1 والاس دي 2 والاس دي اي 3، فين البارتيشنات دي كلها؟ مفيش، مش موجوده، انا مش شايف اي بارتيشن. امال انا شايف ايه؟ انا شايف دايركتوري. ماشي، في اللينكس البارتيشن ما بتبقاش ظاهره، امال ايه اللي بيبقى ظاهر؟ بيبقى الدايركتوري. ماشي، انا عندي البارتيشن ماشي على الهارد ديسك بيبقى متقسم وموجود البارتيشن، ماشي، بس انا عايز اتعامل مع البارتيشن ده، هتعامل عنه معاه عن خلال ايه؟ من خلال دايركتوري. مثلا انا عندي كل الدايركتوري دي بتشاور على الاس دي اي 1 1، تمام، يعني كل ده بيشاوروا على البارتيشن الاولاني الا سلاش هوم، هخليها تشاور لي على الاس دي اي 2، دي مثلا بتشاور على البارتيشن تاني. يبقى انا عايز اتعامل مع بارتيشن 2، هتعامل معاه يعني عن طريق ايه؟ دايركتري اسمه ايه؟ سلاش هوم. ممكن اغيره، ممكن اخلي كذا دايركتري يشاور على نفس البارتيشن. تمام، فانا بيبقى التعامل مع البارتيشن من خلال الدايركتري. عايز اتعامل مع بارتيشن معين يبقى من خلال دايركتري. تمام، وطبعا هنفهم حته الماونت وازاي اماونت وكل الكلام ده في المديول الخاص لي. لكن سلاش الميديا وسلاش الام ان تي دول يعني اتنين دايركتري هم محطوطين لك، ماشي، عشان لما تحب تعمل عمليه الماونت. ماشي، مثلا هم دول بيستخدموا ايه للماونت ريموفبل ميديا. ماشي، مثلا انا حاطط فلاشه، حاطط سي دي، حاطط حاجات زي كده، حاجات ريموفبل. ماشي، بدل ما ان انا اكاري الدايركتري عشان يقدر يبتدي بقى يشاور عليها والكلام ده، لا، هو بكريت لي اتنين دايركتري اقدر من خلالهم اي دايركتري اختاره واعمل عليه ماونت على الفلاشه بتاعتي على اليو اس بي بتاعي او على الميديا بتاعتي زي ما انا عايز، على السي دي زي ما انا ايه عايز. تمام، السي لينكس، السي لينكس ده اختصار للسكيورتي انهانسد لينكس، ودي عباره عن سكيورتي متطوره، ماشي، في اللينكس، ومش هنتكلم فيها دلوقتي، بس انا حبيت بس اقول لك هو ايه الفايل ده، يعني معناه ايه وكده، بس باختصار يعني شديد. تمام، تاني حاجه بقى عايزين نتكلم عنها او الدايركتري اللي بعده، دايركتري اسمه لوست اند فاوند. ايه الدايركتري لوست اند فاوند ده؟ عباره عن ايه؟ ماشي، انا دلوقتي مثلا شغال، ماشي، ففجاه النظام هنج معايا، مع ان لينكس يعني صعب ما يهنج، ماشي، لكن مثلا احنا هنفترض ان النظام هنج معايا او النور قطع او الكهرباء فصلت عن الماشين بتاعتي عن المكنه، فطبعا الايه السيستم قفل مره واحده، ما قفلش بالطريقه بتاعته ان هو يبتدي بقى يعمل تشيك على الفايلات بتاعته ويقفل بالطريقه بتاعته، لا، قفل مره واحده، ماشي، ففي القفل المره واحده دي ممكن تكون في فايلات عم حصل لها كوربتد او دامج اتدمرت. تمام، فايه اللي بيحصل بقى لما بعمل عمليه بقى بشغل تاني الجهاز بتاعي وبعمله ستارت اب؟ ماشي، السيستم عندي بيقوم بايه؟ بيتعرف على الفايل سيستم، الفايل بيتعرف بقى على ملفات النظام عندي، وبيبتدي ايه، مش ملفات النظام اللي هي من نوع الاكس تي الاي اكس تي 2 والاي اكس تي 3 والكلام ده، وهنبقى برده نتكلم على برده النقطه ما بين ال 2 وال 3 في حته برده الفيلير. لكن لما بيجي بقى يتشكل الفايل سيستم بتاعي، ماشي، ممكن يلاقي فيه فايل سيستم حصل له ايه؟ عمليه دامج او كوربتد، ماشي، فيبقى ايه العمل هنا؟ بياخد الفايل اللي حصل له دامج ده ومش قادر يتعرف عليه وبيحطه تحت ايه؟ سلاش لوست اند فاوند، ماشي، واللي بيبتدي بقى يعمل له عمليه تحديد مكانه، واللي يحدد مكانه هو الروت، الروت بقى يبتدي ايه؟ يحدد مكانه لو عارفه. تمام؟ هو ده. وسلاش لوست اند فاوند ده مثلا ممكن تلاقيه معاك هنا على السيستم بتاع 3 4 مرات،
هو بيتكرر بعدد مرات البارتيشن. يعني انا عامل 3 بارتيشن عندي هتلاقي 3 لوست اند فاوند، 4 بارتيشن هتلاقي 4 لوست اند فاوند، مش يبقى اللوست اند فاوند بيتكرر على عدد ايه البارتيشن اللي عندي. ماشي. عايزين برضو نتكلم على سلاش يو اس ار. سلاش يو اس ار ده عباره عن ايه؟ سلاش يو اس ار ده بيكونتنت بيحتوي كده على لارجست شيرد داتا، على داتا كبيره جدا بتكون شير على السيستم، زي اللايبراري، زي الهيدر فايل، زي الدوكيومنتيشن، بيحتوي على شيرد داتا بيحتاجها اليوزر في عمليه الشغل بتاعه او في عمليه في عمليه الشغل بتاعه. ماشي. بتكون شيرد مع كل اليوزر. والى هنا يعني احنا في الغالب كده اتكلمنا على معظم الدايركتري المهمه، او ممكن نكون اتكلمنا على كل الدايركتري الموجوده معانا على السيستم، وهتتضح الصوره. ولو في دايركتري ما اتكلمناش عنها وليها شغل معانا هنتكلم عنها وهنجيب برضو سيرتها. والى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم، ولكن لا تنسوا من عمل سبسكرايب للفيديو ولايك ان اعجبكم، ويمكنكم متابعتنا على قناتنا على اليوتيوب تيك شير، وايضا يمكنكم متابعتنا على الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك تيك داش شير، والجروب الخاص بنا على الفيسبوك ايضا تيك شير. واي استفسارات لكم يمكنكم طرحها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.